صباح الخير، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اخر مره كان 83.5. مره حشلح الشوز، ما انا مو بحس الشوز في وزن، بس خليني اشوف قد وزني هلا. ارفع راسي، اوه نص 100 جرام. لو لبست مع الشوز والساعه وهدول معناته كنت زايد. انا صرنا شو؟ كيف يعني لبس الشوز صرت اقل؟ شو الميزان المعفن هذا؟ كيف يعني؟ عن نفسي افهم، هذا الميزان خربان؟ هو خربان. خربان صح؟ شو عمل؟ نصحك؟ لا، شرحت من اجري طلعت على الميزان 82.4 صح؟ فاصلة 5. شلحت من اجرك؟ شلحت من اجري؟ لا، انشالح. انا ضعت. شلحت من اجري؟ حلو. طلعت 82.5 حلو. البس بيجري 82.4. كيف يعني؟ وينو الميزان؟ يلا يا عجوز. ساعدك سيدا سيدا. يلا انا حاسبك. ها هكون حيوان. يلا هاي شو؟ هاي لما بنات تعرفوا الجم... انه انت تجوزت خلص. فنا بنات، هي سنجل تاخذوه. هذا شكلي لما انت تحكي علي هيك، والله بخليك ترجع مشي. لا تحلف، والله لا تحلف، لا تحلف. حتلاقي حالك انت عم تمشي وانا بالسياره. ماشي، مع السلامه. استناني افتح له الباب، بس انا مش هفتح له لان عندي شخصيه. افتح الباب لحالك. خلاص بس اخلص السوري بفتح لك الباب. تعي خلاص، ما انت طلعتي، تعي خلصينا يلا. اوكي سو حاليا سارك انت كم وزن؟ انا وزني اظن 51، بس بكره رح اقيس الصبح. 51. وقدينا وين تصيري؟ 55. بتذكر وقت كنت 55؟ انا بدي اصير تحت 80. تحت 80. انا عاجبني وزني كرقم، بس مو عاجبني المسلز. بس يعني اعطينا جواب، يعني كم بدك تصيري؟ مثل ما انا، بس نزل الفات على المسلز. يعني بدك تضلك 51 52 ماكس 55. اوكي اوكي، لا نشوف. جينا عم نلفلف حوالين البيت مشان نشوف يعني شو في حوالينا، فلقينا محل حيوانات. صار له خطر لا تفوت. ما في غير عصافير هذا محل. الله بوميرينيان، هذا احلى كلب، بس اكثر كلب مشاغب. لا تفتح. هاي هلو. ليك القطار تعبانين. احلى. اوف، هذا القط شايف بحياته بلاوي. يا حرام، تعبانين كثير هذول كمان. لا في عندهم اصحاب. ايه كلهم عندهم صحاب. اوه ليكي، هاي ما احلاها. تعال تعال، ليكي هدول ما احلاهم. هون في كلب قاعد عم يحلق. حمام نظافة. ايوه هلا والله. يي ما احلاها هاد يا بيي. شو فكرت لعبة؟ والله فكرت لعبة. كودي 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 كودي. قري 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 قري. تضحك؟ قري 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 قري. قري 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 قري. في عصفور هارب. في عصفور هارب. لا هذا مدرب فعادي. شو عرفك؟ سولفتي معاه يعني وعرفتي؟ هذا النوع من العصافير التدريب بيدربون. ما شاء الله، بلشنا نفتي. تفضلي. والله تفضلي. يلا.